للمزيد من التفاصيل حول هذه الأسلحة وهذه المعلومات التي نشرتها صحيفة الول ستريت جورنال، معنا من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري، ومعنا من مدينة الفيف مفادنا إبراهيم الحسناوي. أهلا بكما معنا الليلة. بل أريج محمد من موسكو هي التي معنا في هذه الرسالة. أمينة، دعيني أبدأ معك حتى أفهم منك لربما ماذا في تفاصيل هذه العمليات السرية التي كشفت عنها اليوم الول ستريت جورنال. ما هي هذه الأسلحة السوفيتية الصنع التي على ما يبدو يرسلها البنتاغون إلى أوكرانيا ومن بينها أنظمة دفاع جوية؟ نعم شونتال، في الحقيقة معلومات مفاجئة نوعا ما صدرت اليوم عن مسؤولين أمريكيين في تصريحات خاصة لصحيفة وول ستريت جورنال، تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تملك ترسانة سوفياتية الصنع حصلت عليها خلال العقود الماضية خلال عملية سرية، وهي ترسل ما تمتلكه من هذه الترسانة السوفياتية الصنع لأوكرانيا. طبعا السبب واضح، لأنه منذ البداية كانت هناك مشاكل في إمداد الجيش الأوكراني بترسانة أمريكية خاصة لتقوية منظومة الدفاع الجوي الأوكراني، نظرا لأنه لم يكن هناك الوقت الكافي لتدريب الجيش الأوكراني على هذه الأسلحة الأمريكية. بالتالي وجدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون والإدارة الأمريكية بشكل عام نفسها في الزاوية، إما أن ترسل أسلحة يمكن للجيش الأوكراني أن يكون قادرا على استخدامها، أو ترسل إليها أسلحة قد تقع حتى في أيدي القوات الروسية خلال المعارك بسهولة إن كان الجيش الأوكراني لا يستطيع استخدامها. لذلك كانت هناك مفاوضات مع عدد من الدول الجارة التي تمتلك هذا النوع من الأسلحة. الآن تم الإفصاح عن هذه المعلومات أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الإس 300 التي كانت تتفاوض مع سلوفاكيا لإرسالها إلى أوكرانيا، بل وحصلت حتى سلوفاكيا على منظومة الباتريوت كجزء من العملية لتبادل الإس 300 مع أوكرانيا. لكن حسب المسؤولين الأمريكيين في هذه التصريحات، لم تسلم الولايات المتحدة الأمريكية الإس 300 التي لديها إلى أوكرانيا، بل سلمتها منظومة دفاع جوية مختلفة تتضمن الإس أي 8، وهي منظومة سوفيتية الصنع، منظومة متقدمة أيضا. يقول المسؤولون إنه بموجب ما حصل عليه الأوكرانيون من هذه الأسلحة يمكن أن يفرضوا بأنفسهم حظرا جويا بتقوية دفاعاتهم الجوية ويوقفوا التقدم الروسي، خاصة وأن القوات الروسية تواجه العديد من المشاكل حسب العديد من التقارير الاستخباراتية وتصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين للقنوات الأمريكية، آخرها تصريحات للسي إن إن قبل قليل تفيد بأن هناك مشاكل في التواصل بين الوحدات الروسية، حتى أن القافلة الكبيرة التي شاهد العالم جميعا صورها وهي تحاول الوصول إلى كييف ما تزال منذ أسابيع على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة كييف. بالتالي كل الأهداف التي وضعتها القوات الروسية أو وضعتها موسكو للقوات الروسية لم يتم تحقيقها حتى الآن. والآن حسب المسؤولين الأمريكيين وتصريحاتهم وبموجب هذا العتاد الذي توفره الإدارة الأمريكية لهم، هناك فرصة لدحر القوات الروسية. يتأمل الولايات المتحدة أمينة في أن يؤدي لربما فرض الدفاعات الجوية اللي تحدثت عنها الإضافية إلى تمكين أوكرانيا من إنشاء منطقة حظر طيران كما ورد في هذا التقرير. سنذهب إلى إبراهيم حسناوي الموجود في الفيف. إبراهيم أهلا بك معنا. إلى أي مدى يمكن ربط اليوم صمود المدن الأوكرانية بالدعم العسكري الذي يصلها تباعا إبراهيم؟ نعم شونتال، بالتأكيد هناك علاقة كبيرة جدا بين الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا وهذا الصمود الذي يبديه الجيش الأوكراني
في وجه القوات الروسية خاصة في ضواحي العاصمة كييف. هناك حديث كبير جدا عن بعض الأسلحة المتطورة المضادة للدبابات تحديدا والبريطانية منها بالتحديد التي تمكنت القوات الأوكرانية من خلالها من التصدي للقوات الأوكرانية. الحديث اليوم كبير جدا هنا في أوكرانيا عن منظومة الصواريخ التي من المتوقع أن تسلمها سلوفاكيا إلى أوكرانيا من أجل والتي هي S-300 السوفيتية المضادة للطائرات والتي من المتوقع أن تستلمها أوكرانيا من سلوفاكيا. بالتأكيد هذه الأسلحة يرى الكثيرون هنا من أنها ستصنع فرقا واضحا في أوكرانيا، ويرى آخرون بأنها قد تمثل بديلا جيدا لما تطالبه به أوكرانيا من زمان من حلف الناتو بضرورة فرض حظر منطقة طيران فوق مجالها الجوي من أجل منع المقاتلات الروسية من استهداف سواء مناطق مدنية أو مدن كبرى أو حتى الأهداف العسكرية داخل أوكرانيا. الضغط الأمريكي على تركيا أيضا من جهة أخرى، وإن كان الكثيرون يرون بأن تركيا لن تنخرط في عملية كهذه بالنظر إلى علاقتها المتشعبة مع روسيا، لكن دول أخرى مثل سلوفاكيا ودول أخرى قد تمتلك منظومة الدفاع الجوي هذه S-300 قد تصنع فارقا واضحا في ميزان القوى بين الجيشين الروسي والأوكراني، وقد تعرقل من تقدم القوات الروسية خاصة في العاصمة كييف وباقي المناطق التي تشهد مواجهات بين الجيشين. نعم شنطة، شكرا لك إبراهيم الحسناوي مفادنا من مدينة لفيف، والشكر موصول أيضا لمراسلتنا أمينة السريري من واشنطن.